لاباس الصحة وإن شاء الله تكونوا لاباس وبخير وما خصكم خدام في الفيديو نعكر صوب الفواطة ديالي هانتكم أختكم سومية داخلة الحب والمحلو داخلة بالحرب وعندك عندك الحرب إن شاء الله تكونوا لاباس حداك إن شاء الله تكونوا لاباس إن شاء الله قاست راني التليفون زعزع إن شاء الله تكونوا لاباس يا ربي وبخير وعلى خير وما خصكم خير إيوا أش غنقول لكم فرعوا لي راسي نوضي دير لنا البغرير نهار كامل توحشنا البغرير دير لنا قلت لهم والله تندير لكم البغرير ايوا متعاد زرد هاد الموعد كتسناني هاد البر مع اختكم هنا كنت درت فيها بخرت فيها غاز واحد راس ديال الخروف بخرته هنايا وزرت نعل واحد مره نقول لك شنو تقولي واحد مره وقف واخا وحمقاتني هاد رانيا وماما وماما قطعي نقول لك هذا مهم ما علينا حمقوني يا ماما ديري لنا البغرير خرينكو خرينكو قلت لهم والله اليوم حتى ندير لكم ان شاء الله خليني نقول لك الله وغادي نشارك معكم يعني عشوائي غادي تشوفوا حدا عينيكم صدق تشوفوه ما صدقش غادي نديروه اليوم خليني نقول انا وياكم عشوائي ما كاين لا هذه لا هذه المبرد والحراره اللي عندنا والحرارة اللي عندنا خليوها على الله المهم هنا راني درت الماء يدفى هنا عندي السكين والسمير وهنا جابوا لي كيلو ديال الفورص قلت له جيب كيلو يا سي جيب كيلو ماشي مشكل غادي نقسمها على جوج جبت هنا واحد خمارة حمراء واحد خمارة حمراء واحد خمارة الخبز الطحين ما غاديش نديرو كامل المهم نتوما تشوفوا غادي نديروه عشوائي وغادي نشوفوه كيخرج ان شاء الله يخرج زوين يا ربي واخا نجيبو واحد نجيبو بانيو ها هو نشلوه سمحوا لي هانتوما البانيو شلته جبت زلافه وجبت هذه العجيبه يدها مشات ماشي مشكل اجي اختي نعاود نشلك واه يا البنات انا هادي عندي قديمة وخا مشات هادي عندي عزيزة قديمة المهم يا بسم الله غادي نعبر هنا شحال ديال نص كيلو شحال فيه ديال السميد هو لو كان جاب لي نص كيلو ديال الطحين ما غاديش نعبر ولكن هانتوما زلافة المهم عمرة زلافة وغادي نزيد هاد الشوية يعني شحال هو نص زلافة هانتوما زلافة ونص زلافة راه كبيرة ها نتوما راه ماشي صغيرة نتوما عارفين انا كيعجبني ندير حاجة بزاف ها نتوما نديرو زلافة ديال الطحين ها نتوما وندير نص زلافة يعني درت بحال الطحين بحال السميدة نقولو نص كيلو ديال السميد ونص كيلو ديال الطحين غادي ندير نشوف الماء سخون الماء دفا غادي ندير واحد الخمارة ولكن هادي صغيرة نجيب واحد البانيو كبير فين راك واه البانيو واه البانيو ماشي مشكل انا غادي ندير في هادي نشمل هادي راه عندي كتجبت هادي مع صاحبتي هادي راه كتجبتها ليا صاحبتي هانتوما بسم الله هانتوما نص كيلو ديال الطحين نص كيلو ديال السميدة غندير فيه الخمار كاين لا هادي لا سميدة كتر لا والو مندير كلشي كيما خرج ان شاء الله يخرج زوين نديرو هاد الخمارة هانتوما ديال الدرهم ونزيد واحد الخماره ديال قولوا لي خماره حمراء نديرو الملحه قياس ندير غير الجنيب نزيد شويه ملحه قياس ندير السكر مبقاش عاد نصيفطو يجيبو لي
درت واحد شويه د السكر، بقى قيمت معلقه د السكر هكا. اش غندير دابا؟ بسم الله غادي ندير هكا، يا بسم الله. كيقول لك العين البغري ما خصش يشوفو هذاك، هذا انا بالنسبه ليا غير هذا والله. وغادي نطحنو في مولانا ديك بصح، حيت السميده ضروري خصها تطحن ضروري. يا ربي تقول انتما هاكا، انتما خلطتو كامل، انتما خلطتو كامل. دابا اش غندير؟ غادي نشلل هادي بميه سخونه لصقات فيها ديك السميده، نشللها بميه سخونه انتما. هاكا نشللها بميه سخونه، ودابا غادي نجبدو العجينه ديالنا. يا سلام الصباره هي هادي، ديك دوك الرخاص والله الا هما الصباره، شتو الرخاص والله العظيم الا هما الصباره. الخيصة والله الا هي هادو غير صبارين، والله العظيم هاد الناس الا صبارين. الماء ضيق ليل، يا بسم الله. يا بسم الله توكلنا على الله. ندير هكا هكا، يا ربي غير تحلي. نطولش عليكم فيديو، خليني نطحن ونرجع لكم. ها انتما بقيت نطحن حتى بدا يطلق دوك، قولوا لي دوك البواقات. ها انتما شوفوا شتو هذه الطحنة الاولى، ندير شويه د الماء حيت درتو جاري شويه، ندير شويه د الماء لتحت ونزيد هاد الشيء لاخر هكا. هانتوما نخليكم معا، هانتوما دابا طحنت كلشي. هانتوما دابا غادي، هادي هي التالية. هانتوما شوفو تبارك الله باني، هانتوما مالي الخير. دابا اش غنديرلو؟ غادي نخليه هنا على غير ما غنجمع، غادي نخليه غير لما نجمع من هنايا، غير لما نجمع ونرجع، غير لما نجمع ونرجع نطيبو صافي. على ما نمسح من هنا ونجمع وداكشي ونسلمو علاش، المهم ونرجع نطيبو ونقولكم شحال جلست. ها انا رجعت معاكم، جمعتي شويه الماء تقطع، الماء ولا يمشي لنا الماء كنجلسو، ولا لا كنطلعو من تقطع نطلعو نعمرو غير من ديك العوينه الفوق. وها انتم والله العظيم يجيبوك حتى للساعه اللي تكوني تديري شي حاجه ويقطعوه، ولكن لا اله الا الله عطينا ان شاء الله هاد العام الشتا. هانتوما هاني شعلت البوطا على النقيله، ها هي كتسخن ياك. يا ربي استغفر يا ربي، هاد العدم يمشي ليا بابو. هانتوما هاد السريبيتا ها هي، نديرها هكا ياكم، ندير هاد السريبيتا هكا، وها هي النقيله تسخن. بعدا بلاتي بعدا منديرش السربيته حتى انا حتى نشوف واش صدق ليا ولا لا، فضيحه راسي. يا ربي شتو انا ما كنديروش هكا، ولكن اليوم بغيت نديرو عشوائي. نص كيلو ديال الطحين، نص كيلو السميده وخلطت جهد، ما بغيتش نديري ما ديري القياس،
الطحين قل من السميده وطي طي طي نجربو هكا. يا بسم الله دابا هي سخنات اش غندير؟ غادي نشللها. اشوف يا بسم الله شللتها منا ومنا. يا بسم الله يا ربي ما تحشمليش يا ربي يا ربي ما تحشمليش يا ربي. احنا في يد الله. انا في يد الله. ماما صافي ماشي مشكل. هانتوما ها هي في يد الله. نشوفوا اول بغريره حداكم. يا سقت يا ما سقتش الشارع ما والو غسقسوه نوضي عيطيك وسامو ياسين يمشي يعمرو الماء. حنا نسالي مع المتتبعين ديالي. الله الله يا ربي العزيز الغريب. ماما ديري الزخبيرات كيوتي. ايوا هذيك الصغيرة فوق واش كديرها؟ تا كنسالي. واحد شوية. لا تا كنسالي. مين كنسالي كتشد شوية ديال الخميرة شوية ديال العجينة وكنديرهم في المقلة هكا صغيطة 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 كيجيو غير صغيطة ديالي برا عرفتي فني كيموتو عليهم. وهانتوما إلا سقت هاد الطريقة تبقاو ديرو بحالي صافي ما تعوجو ما بحالي ويجي إن شاء الله واعر. هادي اللولة شنو هي اللولة؟ بغريرة اللولة. شكون يديها؟ أنا بغريرة اللولة. نتي ولا براء؟ أنا وهضرة مع المتتبعين كلهم كي دايرين. لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. هاي يا فلك شتاعنا كنحمق. الله يخطيكم علينا. وعرفتي معاكم عايشة البوات. روح واحد صغير تاكل. وكيما خرجت معجنة غتاكليها ساكتة غتاكليها ماشي العجوز خايبة تقولي نعطيها البراءة. يلا قلتي انت الأولى ماشي مشكل براءة راه كتلعب كرة داخلة غنقص معاكم. البنات ما شاء الله. ما غتاكلها لا رانيا لا برا اكلتها. المهم غنوريكم غير كي خرجت تبارك الله. شوفوا من قصتها دابا كي غندير نوريها لهم بلاتها رانيا بعدا ندير وحده اخرى طيب. ما كتبت لك لا انت لا برا طلعت شويه شويه الكسكيطه طحت كنطلعت نقيه ماشي مشكل. هانتوما واعره خرج واعر. هانتوما هانتوما هادي راه من طاحت لي دابا عاد هنايا. ديري العسل. هانتوما ديري العسل. شتو ولا ما شتوش؟ العسل العسل. شتو تبارك الله خرج عرفتو كيشطح. من هنا راه محمر ماشي هانتوما. واه يا البنات هانتوما والله الا خرج واعر. انتم اول واحد. ها دريني العسل شو ما شاء الله والله روح العسل. لا لا ما شاء الله خرج واعر وحق الله العظيم حتى الاخرى تبارك الله والصلاه على النبي. انتم ديروا بحالي راكم درت حداكم كلشي. ما درت جوج كيسان ديال الطحين جوج كيسان ديال السميده وكاس ديال الطحين ما خلطت هكا ما خلطت هكا. درت عشوائي نص كيلو ديال الطحين نص كيلو ديال السميده. نتوما بغيتو ديروا الربع ديال الربع ديال الطحين الربع ديال السميده. ها نتوما نص كيلو ديال السميده درتها انا ونص كيلو ديال الطحين وقولوا لي. ودرت خماره حمراء الزا وخماره ديال درهم عشوائي خلطت حداكم دفيت ليه الماء خلطت حداكم درت المولينيت خرج ما شاء الله بحال الشده اللهم بارك. هادي راه واخا طاحت في الارض يعني الارض نقيه ماشي مشكل. غادي ياكلوها رانيا. عطيني العسل العسل انا اللي مبقاش البنات اسكت هيا شويه الضوء. هانتوما ما شاء الله عجبني عجبني خرج واعر والله ما شاء الله اللهم بارك. دابا فوقاش نسالي هادشي الله ما فكرت ديري العسل العسل ناكلوها دابا كيجي خرج واعر. صافي تجيبي العسل هانتوما هيا كتشطح واعر خرج ما شاء الله. شوفوا شوفوا العرق شوفوا كنقطر كنقطر العرق بحال هانتوما ما شاء الله.
هذا هو المغرير ولا فالة. وهنا غادي نخليكم وفيديو جاي ان شاء الله. راه كيخمد دغيا. هنا غنخليكم وغادي نجيب واحد القتانه نمسح بها هنايا ولا نجيب طبسه نحط فيها هاد السكايه. هنا غادي نخليكم وغادي نقول لكم يا احلى ناس واغلى ناس واروع ناس تسناي واروع ناس شفتو في حياتي. انا كندير فيديوهات ماشي باش نوريكم، انا كندير فيديوهات يعني كنشارك معكم الحياه ديالي. كنتمناكم تقبلوا عليا وتفاعلوا معايا وسيروا الله يسهل عليكم. هذوك الناس الاوفياء واخا يكونوا غير قلال يعني اوفياء، هذوك كتحس بهم كيبغيوك. الله يجعل ربي يسهل عليكم داخل المغرب وخارج المغرب، الناس الجزائر كلكم. هنا غنخليكم وغنقول لكم السلام عليكم. وهانتوما شفتوا المغرب تبارك الله كيصدق. هي الثانيه شفتوها كيفاش ما طيحش في اختها. هانتوما ما شاء الله جا مخرج وجا زوين ما شاء الله. هنا غنخليكم وغنقول لكم السلام عليكم يا احلى ناس. فيديو زين ان شاء الله.